نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة توعوية بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة لحث الطلاب على التطوع وللتعريف بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة. شهدت الندوة تعريف الطلاب بالجهود التنموية المبذولة على الأرض، كما جاءت الندوة بالتزامن مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في محافظات الجمهورية كافة. مع مختلف الفئات